تحكيش. خلاص ولك خلاص نونا نبلش الحلقة. شش شش. بعدين معنا مساء الخير. يمكن أحلى لحظات في قاعات المسارح هي لما مديرة العرض بتيجي وبتعلن إنه رح يفتحوا الأبواب للجمهور، والعارضين والعارضات بيختفوا وراء الكواليس، وبتبدأ تسمع وتحس دخلة الجمهور شوي شوي، وكيف إنه طاقة الجمهور بتبدأ تتراكم وصوتهم بيبدأ يعلى كل ما زادوا. أنت سامع كل كلمة بيحكوها بس مش فاهم ولا كلمة من اللي عم بيحكوه. بوصلك اللغط، الأصوات والطاقة، وبتصير تتخيل الناس وأشكالها كيف قاعدة وين قاعدة وشو أعمارهم ومن وين جايين، حيث يلف المجهول ما سيصبح مكشوفا بعد قليل. ما حداش يقول لي إنه هاي الجملة مش حلوة، عن جد حلوة. بعدها بتصير الآن على العرض وكيف راح يستقبلوه، بأي طريقة راح يحضروه، كيف راح تكون ردات فعلهم، وبتصير تتأمل إنه العيون الأولى اللي راح تصادفها بعد ما يضوي ضو المسرح يكونوا مبتسمات وجاهزات للعرض. كتير مهمات لعيون الأوائل اللي بتلتقي فيهن مع الجمهور، هدول العيون هن دخلتك على عالم العرض، وتبدأ الرحلة في عالم ينقل الواقع إلى المتخيل ليعيده واقعا بفعل الفن. فش فش فش. أنا هاي الجملة أخاذي. وبعد العرض بتلاقي مدير المسرح أو مديرة المسرح واقفين في زاوية راضيين مبسوطين إنهم قدروا يحملوا هاي الليلة من وراء الكواليس، وفيهم شوية خجل إنه ياخدوا حضور ويسرقوا أضواء، مع إنه جزء مهم هن بكل اللي عم بيصير. وبتكفي نظرة مع ابتسامة من المدير أو المديرة من بعيد عشان تحسسك إنك عملت اللي عليك. لكن وكما في كل شيء اللكن حاضرة دائماً. هاي واو كتير دراماتيكية كانت. لكن اليوم ومنذ تقريبا شهرين كل اللي حكيناه فوق توقف، بطل موجود. فجأة كل المسارح طفت الأضواء وسكرت الأبواب وما عاد فيها حياة واقعية، وما عاد فيه للخيال مكان يعيش فيه. هاي جملة عن جد حقيقية من القلب. العالم بغالبيته أقفل مسارحه لأنه الوباء صديق التجمعات وعدو التفرق، والمسارح بتجمع، وكانت أول الأمور اللي تنازل العالم عنها، وشكله رح تكون آخر الأمور اللي العالم رح يرجع لها. والصراحة في عالم العروض دايما الناس بتفكر بالفنانين العارضين والعارضات، وبنسوا إنه وراء الكواليس في طواقم إدارية ومهنية وتقنية وفنية بتعمل شغل جبار بالخفاء عشان العرض يقدر يقدم عرضه بأفضل الظروف. هدول الناس كمان هني وقفت حياتهم، ومش عن جد بنحكي عنهم، مش عن جد بنسمع صوتهم، مع إنهم حاملين عروضنا اللي منشوفها ونتمتع فيها على كتافهم. أنا بالعادي ما بحب الإداريين والإداريات، بس بالذات في المسارح وبالذات في عالمنا العربي أن تكون مدير مسرحي مهمة صعبة وأحيانا شبه مستحيلة، ولا أحسد أحدا منهم على موقعه. نعم 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 الأعزاء مشاهدي ومشاهدات قناة مساواة، حلقة اليوم من عزوم مع مدراء المسارح، بدنا نعرف شو عم بيصير ووين تنفكرين يفتحوا لنا الأبواب. يلا نبدأ. الأعزاء مشاهدات ومشاهدي قناة مساواة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عزوم اللي بيجيكوا كل ليلة على قناة مساواة طيلة أيام شهر رمضان المبارك. البرنامج اللي بيوصل لبيوت بيوت المشاهدات والمشاهدين وبيوت ضيوفه، وبطرح تساؤل عن موضوع معين، سؤال بحب أسمع جواب عليه، وبلتقي مع ضيوف ممكن يقدروا يجاوبوا على أسئلتي، ومتأكد إنهم راح يرتبوا لي أفكاري. في هاي الحلقة من برنامج عزوم راح يكون معي مدراء مسارح ومؤسسات منتجي في فلسطين والأردن. أنا كتير سعيد إني أحاور عامر خليل مدير المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، مارينا برهم مديرة مسرح الحارة في بيت جالة، بشار مرقص مدير مسرح خشبة في حيفا، ورائد عصفور مدير مسرح البلد في عمان. يلا عزوم، بدي أبدأ مع عامر خليل. أهلا وسهلا فيك عامر في برنامج عزوم، وشكرا على تواجدك معنا. أهلا أهلا. سلامات 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 عامر. سلامات. السؤال سؤالي إليك هو كالتالي: نشاط المسرح الوطني الفلسطيني كان كبير وبتطور في الآونة الأخيرة، وكان تخطيطات للمسرح لموسم جديد وعروضات جديدة، وين مسكتكم الكورونا؟ يعني كنا على موعد مع ماذا، وشو اللي التغى؟ اللي التغى إنه كنا إحنا مخططين لجولة عروض تمتد من شهر 3 إلى شهر 6 لمسرحيات أسمحان والملح الأخضر صاحب الكرمل. هذه الإنتاجات اللي عملناها إحنا آخر سنتين، وكان لازم يكون في أنا جولة عروض في القدس وفي الضفة وفي الداخل، وكان فينا كمان افتتاح صحيح حكاية زهرة اللي كانت لازم كمان عملنا لها عرض تجريبي ثلاثة مسرحية
تعملها افتتاح في 8 أذار وتعمل كمان جولة. عمليا كل هذا التغى، كل هذا التغى، وبالإضافة لباقي النشاطات المسرح اللي هي القاعة. يعني إحنا كان عندنا فعاليات ونشاطات احتفالات مدارس على مدار شهر 4 أو 5 كله، اللي كمان هذا كله التغى. يعني هذا كم كبير من الأشياء اللي راحت. يا طبعا كم كبير، وبتخيل الجميع الموجودين اليوم عندهم كم أشياء اللي التغت وما قدرت تتحقق في هاي الفترة. بس خليني أضم للمحادثة مارينا. أهلا وسهلا فيك مارينا، وشكرا على تلبيتك للدعوة. أهلا فيك عامر، وأهلا بالجمهور، وأهلا في الشباب لأنه زمان ما شفناهم. يلا هاي بتعرفي الصدفة، يعني بالعادة صعب تتجمعوا بشكل فعلي وحقيقي حتى، فيلا تسلموا على بعض، هاي فرصة تسلموا على بعض وتشوفوا بعض على القليلة. طيب مارينا، بدي أبدأ معك بالسؤال هذا. أنت بتدير مؤسسة فيها طاقم ممثلين دائمين، والمؤسسة فعالة على مدار السنة، ومفهوم أنه إغلاق المؤسسة جاب ضرر مادي ومهني على جميع العاملات والعاملين فيها، لكن سؤالي هو عن الضرر النفسي، يعني عن أو المواجهة النفسية. يعني كيف تعاملتوا أو عم تتعاملوا نفسيا مع الموضوع، وشو تأثيراته عليه؟ صراحة بما أنه بيت لحم هي كانت أول مدينة تبدأ في موضوع الحجر المنزلي من تقريبا 5 أذار، فكان الموضوع أولها كتير صعب علينا، يعني على كل الأفراد طاقم. أولها كنا في حالة تجمد، مش عارفين شو نتصرف، في حالة خوف، في حالة رعب، مش عارفين وين نروح وشو بدنا نعمل. فكان أول 10 أيام تقريبا في انقطاع حتى من الحكي مع بعض، لأنه إحنا مش عارفين إيش اللي بده يصير، وإيش جديد علينا كلنا، يعني إيش جديد على كل العالم. لكن المختلف لأنه إحنا في فلسطين وفي منطقة خاصة في الضفة الغربية عادة متعودين على موضوع الإغلاق، على موضوع منع التجول، فكان لازم نصحى ونفكر إيش لازم نعمل وين لازم نروح. حاولنا أول إشي نبني تواصل مستمر بيننا وبين أفراد الطاقم وهم في البيت من خلال الأونلاين واجتماعات الأونلاين اللي نحكي مع بعض، نعرف شو كل شخص الظروف اللي بمر فيها وشو ممكن نعمل، ونحط خطط للأيام القادمة وخطط بديلة اللي نفكر فيها. حاولنا ندعم بعض من نواحي نفسية كمان، لأنه كل شخص ردة فعله للموضوع مختلفة. يعني في ناس بتصيبهم حالة الرعب، ببطلوا بدهم يفكروا، ببطلوا بدهم ينتجوا، ببطلوا بدهم حتى يطلعوا من حالة الخوف اللي هم عايشين فيها. فكان لازم ندعم بعض ونحاول نصبر، اللي نفكر مع بعض كيف ممكن نواجه هاي الأزمة اللي احنا بنمر فيها. جميل، وطبعا رح نتوسع بكل هاي الأحاديث أكثر خلال البرنامج، بس بدي أضم بشار مرقص. بشار أهلا وسهلا فيك وشكرا على تواجدك. هلا بالجميع. هلا بشار، هيك السؤال لك كالتالي، أنت كاتب ومخرج كمان بنفس وبنفس الوقت مدير مسرح، يعني شو الفرق بالتجربة بين إنك فنان وبين إنك مدير مؤسسة، إذا كان في فرق أصلاً بهاي الأزمة؟ بالحالة تبعت خشبي، أولاً أنا واحد من مدراء المسرح، هذا كتير مهم، لأنه خشبي يعني بتشتغل بطريقة شوي مختلفة. إحنا نحاول كل الوقت نحافظ على إننا نكون مجموعة عمالة بتتعامل مع إدارة المؤسسة والإدارة الفنية تبعتها. الفرق كتير كبير صراحة، الفرق مش يعني هو مش بسيط. احنا بنحاول بتجربة خشبي اننا كل الوقت نعطي الشعلة للمخرج والطاقم الفني، انه هن يأثروا على كيف المؤسسة تختار، ومش بالعكس. وهذا بتعرف بزيد الصعوبات كتير مرات، بس بأغلب الأحيان بزيد المتعة. طيب جميل، وهون أنا بدي أرحب في رائد عصفور مدير مسرح البلد من عمان. تحياتي رائد، شكرا على تواجدك معنا.
مساء الخير وسعيد أن أكون معكم. أنا بالعكس يعني فرصة سعيدة مع فلسطين، هذه إيش مش سهل. وإحنا سعداء هون كمان في فلسطين أنه تكون معنا رائد. سؤالي هيك أنه هل أنه أغلب المسارح في العالم مغلقة ولا تستقبل ولا تعرض بخفف شوي من شعور بالأزمة وبحسن من النفسية في التعامل معها، ولا أنه عم بزيد الطين بلة؟ لا بالعكس، يعني هو شيء يعني الإغلاق بشكل عام هو صعب جدا، وما بالك كمان إغلاق المؤسسات الفنية اللي دائما معتمدة أنها تشع حياة، هذا هو الأصعب. مش سهل إنك تغلق مسارح، تغلق أماكن التجمعات الفنية، هذا شيء صعب جدا خصوصا على العاملين فيه، وأنا بتأكد كمان الجمهور، لأنه يعني الجمهور كمان عم بيعاني لأنه مش عم بقدر يتواصل بالشكل الإنساني مع فكرة الفن، عم بيضطر هلا من خلال شاشات مش قادر يحس هذاك الإحساس اللي أنت هلا وصفته في بداية الحلقة، هذا كله انفقد للأسف. يعني عن هذا انا يعني انا متاكد انه عندنا نقاش شوي طويل، لانه المجموعه تنقسم الى قسمين في قضيه تناول الفن والعروض خلال فتره ازمه الكورونا. بس هون انا بدي نعمل وقفه قصيره وبعدها بنرجع نفتح النقاش الجماعي، فاصل صغير ونعود، خليكم معنا. عدنا من الفاصل أعزائي مشاهدات ومشاهدي قناة مساواة، أنتم مع برنامج عزوم، وكنا قبل الفاصل بدأنا الحديث عن توقف المسارح عن العمل وإغلاق الأبواب في ظل أزمة الكورونا. وبرجع لضيوفي في هذه الحلقة، عامر خليل مدير المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، مارينا برهم مديرة مسرح الحارة في بيت جالة بيت لحم، بشار مرقص مدير مسرح خشبي في حيفا، ورائد عصفور مدير مسرح البلد في عمان. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، وكمان مرة شكرا على تواجدكم وعودتكم معنا. وهون خليني بدي أفتح شوي الأسئلة العامة عشان نقدر نبدأ حديثنا ونقاشنا. يعني في الشعور يضاهي شعور القاعة المليئة بالجمهور اللي عم يستنى عرض يبدأ، هذا طبعا أنتوا بتعرفوه وأنا بعرفه، جميع الناس اللي بتعرض في القاعات بتعرفه، وفيش يعني ومن بعده شعور الفرح اللي برافق انتهاء العرض وتصفيق الجمهور وخروجه هيك مفعم بعرض معين من القاعة. وأنتم مدراء المسارح، يعني انتوا اكثر ناس عم تستنوا هاي اللحظات وعم تشعركوا، يعني لان بتشعركوا بجائزه التعب والمجهود اللي بتحطوه عشان تركبوا اعمال وتجهزوها وتعرضوها. ما بدي اسال عن فتره الاغلاق، بس بدي اسال عن الفتره اللي جاي، يعني مفروض التعليمات تتغير ويمكن نرجع نبدا العروض كمان شوي، بس في تعليمات رح تطلب من المسارح تعامل اخر مع الجمهور جديد، يعني الحفاظ على المسافات وبالتالي خساره كميه جمهور متاحة. يعني إذا كانت القاعة بتوسع 200 شخص بالعادي راح تصير توسع 100 تقريبا كحد أقصى. يعني كيف تنظرون إلى هذا المستقبل راح يكون مليان أمور غريبة وجديدة على عالم المسرح؟ صراحة يعني الموضوع مش سهل، وكل يوم في متغيرات جديدة، يعني يوميا إحنا بنسمع عن متغيرات إلى علاقة بحماية الشخص لنفسه. فأنا بتوقع إنه المسرح عنا يعني بالذات راح ياخد وقت طويل لغاية ما نقدر إحنا نجيب الجمهور يحضر عرض مسرحي في قاعة مسرح. فعشان هيك لازم نكون واعيين لأنه الفترة الجاي فترة حرجة، فترة بدها تفكير، فترة بدها ذكاء، لأنه كمان مجتمعاتنا مرات إحنا مننتبهش للأمور اللي لها علاقة بحماية أنفسنا وحماية الآخر. أنا معك في إنه العرض المسرحي هو لازم يكون في قاعة مسرح، والمشاعر تبعت الجمهور ووجود الجمهور ووجود الطاقم الفني على خشبة المسرح كتير مهم ومستحيل أنت تقدر تبدله بإشي أونلاين. بس لازم كمان إذا إحنا بدنا نكون لنا علاقة في المجتمع اللي إحنا فيه، لازم نبدأ نفكر بطرق مختلفة جديدة لغاية ما نوصل لنقطة اللي هي إحنا آخر قطاع رح يرجع للطبيعة أو الطبيعي في كل البلدان مش بس عنا يعني. فلازم نفكر فيه بشكل كتير كويس. طيب حدا بحب يعقب على هذا السؤال كمان ويشرح لنا إذا في حالة قلق؟ تفضلوا. أنا بحب تفضل بشار طبعا.
أنا الصراحة بدي أتطرق لسؤالك من شوي زاوية تاني، بعيدة عن الجمهور وعن إذا القاعة رح تملأ أو مش رح تملأ أو كل هاي الأسئلة العينية. أنا باللحظة اللي طلع بلش تطلع أخبار عن تواريخ ممكن في الأفق إنه ترجع يكون مسموح فيها التجمعات، كتير قلقت صراحة، يعني خفت لأنه فجأة بقول مزبوط إنه الحجر كان يعني يمكن أقل من 3 أشهر هون، بس إنه بتقول شو اللي تغير؟ كيف بقدر أرجع أعمل مسرح بدون ما أفهم شو تغير عند المجتمع؟ كيف بقدر أرجع ألتقي مع الجمهور طالما الجمهور بعده هو أصلاً خايف من الشخص الآخر، هو أصلاً خايف يقرب عليه أقل من مترين؟ ومش بس هيك، كيف بقدر أنا إسا كفنان أرجع يعني أمارس المسرح بلا ما أفهم شو معنى الوضع اللي إحنا كنا فيه؟ شو معنى إنه في يعني ختيارية سمحنا لهم إحنا كبشر إنه يموتوا بدون العجزة، بدون ما ننتبه، بدون ما نسمع في إيطاليا وفي غيرها؟ شو معنى هذا؟ وكيف بقدر أفصل هذا عن إنه تمام إسا نرجع بشكل جدا اعتيادي نعمل عرض مسرحي وكأنه ما صارش إشي؟ فأنا شخصيا بفكر إنه في حاجة لتفكير شوي أعمق من بس كيف رح يكون شكل الرجعة، في حاجة لتفكير عن جد شو كان أثر هذا على 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 صنع الفن أو على صنع الثقافة. ماشي بشار، بس هذا وجهة نظر اللي هي أكتر وجهة نظر الفنان اللي فيك، ولكن المؤسسات والجمهور والحياة بدها ترجع على عجلة، والحياة قديش هي كأنه إحنا منحبها، بس الحياة هأسة من إنه إحنا كمان نستوعبها حتى، فإنه إحنا بحاجة يعني كمان كمؤسسات لازم تفكر إنه بدك ترجع، يعني في عندك طواقم وعندك ناس وعندك جمهور اللي بحاجة لإله، يعني هاي النظرة يعني هذا سؤال على المحك اليوم. بس أنا بفكر مش بس كفنان، بفكر كمدير مؤسسي، إنه واجب اليوم كمان أفكر كمؤسسي شو هي الطريقة الصح، ومش بس مش أخذ قرارات سريعة جدا، هذا كل اللي بقول. أوكي. لا بالعكس أنا مش ضد اللي بتقوله أنا، ولكن عم نحاول إن نعمل النقطة أكثر عينية. عامر خليل، حسك بدك أنا لا اللي بدي أقوله أنا بفكرش رح يكون الإشي سريع. بفكرش إنه رح يكون سريع. بيني وبين حالي لما بقعد بفكر في المسرحيات الموجودة وكيف حطيناها على الفيسبوك وإمتى بدي أرجع وأحط هاي المسرحية، لحظة واحدة بعاود برجع للإحساس اللي حكاه بشار قبل شوي، إنه طب شو صار في، يعني عن جد كيف الناس بدها ترجع تلتقي؟ الشغلة الثانية إنه تقنياً فكرة إنك تدخل على قاعة الحكواتي وتقدر تقعد فيها بس 80 شخص 3 متر بين كل واحد أو 2 بين كل واحد، نفسياً كيف بدك تتعامل فيه؟ عرفت كيف؟ ثانياً الناس، يعني الصبح كنت أنا في لقاء مع مجموعة مؤسسات نحكي عن الوضع، وفي نفس هيك إيجابي إنه الناس رح تكون متشوقة ترجع للمسرح، بس أنا بحس في محل إنه الناس خايفة. صح. الناس مش راضي، يعني الأولاد مش راضين يرجعوا على المدارس، الطلاب الموظفين مش راضين يرجعوا على وظائفهم، الرعب اللي صار كثير أكبر. بفكر إنه مشكلتنا كمسارح رح تكون لسه شوية أبعد حلها من أي مؤسسات تانية، لأنه رح نضل إحنا الجانب أو النشاط اللي الإنسان مش رح يموت إذا ما رحلوش، يعني يعني مش نشاط اللي الناس اليوم وصلت مرحلة اليوم تنزل على البوست بقولك لا يا عم إذا في إشي ضروري 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 بنزل، فهمني عاد شو يعني ضروري يعني بنزل تجيب دواء، بنزل اشتري خبز، بس ضروري إنه تنزل أشوف مسرحية. بس أنت بتجيبني لسؤال اللي بقول إنه طب يعني حسب الحديث تبعك إنه يعني إحنا كل الوقت بنحارب على 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 أهمية الفن وتناول الفن وإنه هو ضروري وهو مش من الكماليات، يعني هل اتضح لنا إنه هو الفن من كماليات وينحط جانبا لحد هاي؟ يعني برأيي لا، أنا برأيي هو مش من الكماليات. أنا اليوم نفس الشيء كنا نحكي لما اليوم بيحكوا لك عن الوضع الاقتصادي تبع البلد، واليوم إنه وزارة الثقافة أو غيره فيش تمويل، مش رح يكون في تمويل الثقافة أو حتى المؤسسات التعليم. أنا بقول إحنا مش لازم كمؤسسات
ثقافية ندخل في لعبة إنه إحنا مش أولوية. إحنا لازم نكون أولوية زي الطب، زي الصحة، زي التعليم. الثقافة لازم تكون أولوية خاصة في هذه الظروف. هذا المنطق، هذا الفلسفة. لكن عمليا اليوم إذا أنا بقول لمريم تروح تحضري مسرحية، بعرفش ردة فعلها. هذا بالضبط، هذا بدي اجيب، بدي اجي صحيح عامر، بس بدي اجي باتجاه رائد. يعني انت سمعت الزملاء في فلسطين، يعني هل في الاردن الوضع ممكن يكون مختلف؟ هل الحيثيات مختلفه؟ هل بتواجهوا نفس الاشياء اللي احنا بنواجهها؟ يعني لسه بالاردن احنا ما تبلغناش باي قرار امتى نفتح. يمكن احنا لحد الان كل تبلغت العالم كلها تفتح، لكن احنا من ضمن المؤسسات اللي لم تذكر انه لازم تضلها مغلقه. بتفق كثير مع اللي انحكى من اصدقائي، لكن بدي اؤكد على شغله انه احنا يمكن كنا الاولويه، وهذا اللي اثبتناه انه احنا قلنا الاولويه خلال فتره الحظر. يعني بغض النظر كيف كان وجود الفنانين على الهواء أو أونلاين والسوشيال ميديا، هم اللي كانوا عم بديروا الحياة اليومية للجماهير تبعتهم من خلال الأعمال الفنية اللي قدموها. رغم طبعاً يمكن نختلف إنه كيف إنه نحشر المسرح جوا الشاشة أو هذا، بس يعني السينمائيين الموسيقيين كله بين أهمية دور الفن، وهذا اللي ظهر على الكل بأهمية دور الفن في مرحلة الحظر. ومن هون بيطلع التحدي الأكبر إنه هلأ إنه إحنا بما إنه آخر ناس رح نرجع، إذا رجعنا مش عارفين إمتى، شو الآليات وكيف الحلول اللي عم تحكي عنها مارينا، شو الحلول المبدعة اللي بدنا نرجع فيها. هذا هو التحدي الكبير إلنا، اللي مش عارفين كمان كيف بده يكون. أنا يمكن ألاقي حل، بس هل بزبط بخشبة أو بالحكواتي أو بالحارة؟ يعني كلنا كمان لازم، يمكن احنا معنيين كمؤسسات كلنا يكون في تواجد مشترك ما بيننا، وحوارات سريعه ودائمه بانه شو الحلول الافضل، لانه نقدر نضلنا متواصلين وما نوقف. لانه الخطر هو الخطر علينا حاليا ان نوقف. احنا مؤسسات عامله عندها مصاريف يومية وشهرية، وكادر كبير بده يعيش وبده يبدع، وفي برنامج كنا يعني برامج متفقين عليها، وقاعات بدها تفتح وإنتاجات. هذا هو التحدي. طيب يعني أنا بدي أجيب لحياتنا اليوم، بدي أخذ شوي من الحياة قبل، إنه يعني في الزمنات، يعني في قبل مئات السنين الجماهير في عدة محلات فاتت حجر، وعندنا تجربة اللي هي التجربة الأكثر معروفة كتب عنها بسبب شكسبير في لندن، اللي فاتوا على كم حجر وكانت توقف المسارح، والمسارح لما يفتحوا الحجر ترجع المسارح. يعني كان هذا المطروح وهذا الموجود، يعني شكسبير والممثلين الفاعلين ولا كانوا بيقدروا يفكروا ولا ما يفكروش، ما عندهم إشي متاح غير إنه يستنوا الفترة تمرق وعشان يرجعوا على المسارح تبعتهم. ولكن اليوم في بدائل، يعني كأنه أو بين هلالين بدي أقول بدائل، اللي كأنه مطروحة، إنه صيغة التواصل مع العالم هاي إحنا في هذا البرنامج، حدا قاعد في القدس، حدا قاعد في بيت جلة، حدا قاعد في حيفا، وحدا قاعد في عمان، وإنه منقدر نخلق هذا الحوار مع إنه منقدرش نوصل لبعض بشكل شخصي. هل البدائل راح تحتم علينا؟ هذا وجود البدائل راح يحتم إنه سؤال الفن، الفنون الأدائية راح يطرح من أول وجديد عشان تفكر البشرية من أول وجديد، أو الفنانين والمسؤولين ومدراء المسارح والمبدعين، بإنه تناول الفن الأدائم اليوم راح يتغير حتى لو انتهت الكورونا بشكل تام؟ أنا شخصياً عامر، إذا بتسمح لي أبلش، بفكر إنه إذا يعني بالضبط عشان المثال اللي أنت حكيته، إنه إذا في دور للفن هو إنه يعطي قيمة للفن، وبالذات للفن الأدائي، يعطي قيمة عالي لفكرة اللقاء مع الجمهور، وإنه إذا هذا اللقاء اللي هو شرط وأساس هذا الفن، لأنه أي فن أدائي نحن نقدر نحكي عنه هو شرطه الحقيقي إنه أنا أكون بالضبط معك في نفس المساحة. أنا بفكر إنه أي حل بده يكون ما رح يحترم هذا الشرط القانون تبع الفن الأدائي، بفكر إنه رح يكون مسيء له. يعني بالنتيجة أنا شخصياً كنت بتمنى لو إنه خلينا الجمهور يشتاق للفن الأدائي عشان يقول بعدين إنه والله أنا جاي عبالي أروح أحضر مسرحية،
يعني انت سنة بشار انت فتحت الموضوع اللي هو يعني كان عن بحاول اقرب عليه شوي ولكن بما انك فتحته هاي مسارح في العالم كتير قامت بانه طلعت ارشيفها وحطته متاح للجمهور والمسارح ايضا في فلسطين وبكل العروض اللي كانه موجوده وعروض مشتهاه الناس اللي كانه ولا مره شفتها او تاريخ اللي حابه تشوفه او حطته متاح بالوسائل اللي كيف حكى رائد انه الفن صفى اولويات لانه حست الناس انه هنا هذا الشباك اللي بخليك تتواصل مع العالم وتعاود تجتمع شيء حتى لو انت قاعد في بيتك وفلان قاعد في بيته. شو الغلط بانه يعني انت كتبت مادي عن هذا الموضوع بانه في شيء منقوص وطبيعي أكيد لأنه المسرحية يعني التفاعل مع الجمهور التواجد مع الجمهور هو شيء جدا ضروري وأساسي، ولكن ما المانع بأنك أنت تشارك أرشيفك الجمهور بفترة اللي الكل مش عن جد عارف شو بيساوي يعني، وهذا أرشيف يعني واللي بيقدر يتناوله واللي ما بيعجبه بيقدر ما يشوف. طبعا أنا بحكي لك شو مشكلتي مع الموضوع الأساسي. قبل كل هذا أنا شخصيا لما كان في أعمال فعلا ما قدرتش امسك حالي اني احضر، يعني لما بسمع عمل من 20 سنه لتوماس اوسترماير مخرج انا كثير بحبه فتت ركاض احضر العمل، تمام هذا واضح. بس انا ما بحكي عن الموضوع من وجهه نظر المشاهد بهي الحاله، انا بحكي عن معناه بالمؤسسي انه كل المؤسسات الكبيره اللي كان عندها الامكانيه الماديه ما تصور اعمالها بجوده وتبثها بث تلفزيوني، هاي المؤسسات الكبيره اللي مع الميزانيات الكبيره فعلا قدرت تبث أعمالها بجودة ومرأت للجمهور بطريقة جميلة، ولكن المؤسسات اللي ما كان عندها والفنانين اللي ما كان عندهم هاي الإمكانيات اضطروا بدون أي تفكير يبثوا كمان أعمال بجودة جدا سيئة مهينة لأعمالهم برأيي. هذا هاي أول ملاحظة على الموضوع. الشغل الثاني إنه شو معنى إنه المؤسسة يكون فعلها الوحيد هو إنه بس تبث أرشيفها، بس هذا هو التفكير. أنا بنظري لا، ممكن أشياء تانية إذا كنت تحاول تقول شو ممكن أشياء تانية ممكن يتفكر بحلول تانية ممكن بالمرحلة ممكن. لا بس بمرحلة ردة الفعل الأولى على الأزمة، يعني شو كان في إشي مطروح عند المؤسسات؟ أنا بدي أعطي أكيد رح أعطي عامر ومارينا ورائد يحكوا لأنه أكيد عندهم إيش يحكوا ويردوا عليك، بس ده خليك تخلص النقطة بالأول. أنا مشكلتي مع إنه كان رد الفعل، مش عم بحكي محلياً، مش بس محلياً، أنا بحكي بالذات على 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 دول العالم بالذات على أوروبا، اللي صار إنه المؤسسات الكبيرة فجأة عشان تعطي مصداقية لأنه إحنا موجودين وإحنا بس عم نعطي أي مادي بأي طريقة عم نبث كل أعمالنا، بينما الفنانين اللي كانوا يشتغلوا معهم واللي كان عندهم عروض خلال هالسنة كلياتهم قاعدين في البيت. يعني اللي بقي من كل الموضوع مش من وجهة نظر المشاهد، من وجهة نظر المؤسس المنتجي هو المؤسسي، وكأنه المؤسسة قدرت فجأة تكون موجودة لحالها وشرعية لحالها، بدل ما انه هاي المؤسسه تستخدم مصاريف الموجوده لهي السنه بانه فعلا تنتج اعمال يا اخي تتلائم مع البث الرقمي، اذا ما عندها اعمال تتلائم مع البث الرقمي ما كانش في هيك تفكير. مع انه انا بعدني حاسس انه يعني في شيء اللي هو يعني بدي اعطي المجال لحدا من الضيوف انه يطرح وجهه نظره. يعني أنا بحب أرد نوعا ما على اللي بحكيه بشار. جزء كبير من اللي حكاه أنا معه إنه المسرح هو العلاقة مع الجمهور، كل النقاط اللي حكاها بحترمها جدا، لكن الموضوع مش كان بس إنه المؤسسات ترد ولا المؤسسات تكون موجودة ضمن المجتمع في هيك حالة، كان الإحساس إنه إحنا كمسارح ما كناش جاهزين لا هاي الحالة، ما كناش جاهزين إنه إحنا لازم يكون لنا يعني إعطاء جمهور حاجة هم محتاجينها. إحنا قبل ما نعلن عن موضوع مسرحية أونلاين إحنا بعتنا سألنا عدد كبير من جمهورنا خاصة اللي عندهم أطفال، لأنه بدينا في عروض مسرحيات الأطفال، على موضوع هل هم بحسوا إنه ممكن هذا يساعد الأهل والأطفال
بأنه يلاقوا إشي بديل للضغط اللي كانوا موجودين فيه، إن كان ضغط الحشرة، إن كان ضغط التعليم أونلاين، إن كان ضغط المشاكل اللي بيواجهوها مع أطفالهم. فكان في رد إنه إحنا بحاجة. وأول تجربة عملناها أخذنا رأي الأهالي والجمهور، وكانوا كتير مبسوطين، وردود فعل كتير منيحة على إنه في مادة مسرحية موجهة للطفل اللي ممكن الأطفال يحسوا إنه هي مختلفة عن كل الأشياء التانية. فكان في حاجة، عشان هيك ردينا عليها. ولما تم اختيار المسرحيات، تم اختيار على أساس شو اللي فيه جودة تسجيل كويسة ونواحي الصوت والصورة كويسة، فاخترنا التسجيل الأفضل. هلأ المرحلة اللي بعدها كانت هي التفكير في شو هي البدائل اللي إحنا ممكن نسويها، اللي كمان اللي ممكن نساعد فيها المجتمع اللي إحنا فيه، مش بس دورنا كفنانين، ولا إنه الفن مهم، لأنه أثبت اللي صار إنه الفن مهم. بدون الفن الناس ما قدروش قعدوا في البيوت الفترة هاي كلها. يعني إحنا إلنا أكثر من 65 يوم في الحجر، بس استمروا الناس لأنه في مادة اللي ممكن يختار منها أي شخص إيش بده، بس كمان اللي ممكن تكون لها علاقة فيه وفي احتياجاته وفي شو هو محتاج في هاي الفترة. المرحلة القادمة هي الفرصة، لما في مجال إنه إحنا نجيب مجموعة أو ننتج إشي مناسب لإنه يكون أونلاين ويكون له علاقة في حاجات الجمهور، هاي الخطوة الثانية، تحويل المصاريف أو الموازنات اللي كانت موجودة لبعض الأشياء. إحنا دغري أخذنا قرار إنه لازم نسوي هاي الخطوة. يعني كان عندنا مشروع لإعطاء ورشات مختلفة للفنانين، دغري قررنا إنه نحول جزء من هاي الميزانية، رح ننزل الأسبوع الجاي، إنه الفنانين المستقلين الفريلانس اللي قاعدين في البيوت ومش قادرين يعيشوا، مش قادرين يصرفوا عيالهم، مش قادرين حتى يشتروا أدويتهم، حولناها لجزء إنه نعطيهم منح من هاي الميزانيات اللي موجودة. بس هذا بس مش القرار تبع المؤسسة، كمان أنت بدك ترجع للجهة اللي معطيتك لهذا المشروع صحيح. وتأخذ موافقتها. بس دغري حاولنا نشوف شو الاحتياجات، وبناء على هاي الاحتياجات نحاول نبني خطط لقدام، لأنه في النهاية من هون لآخر السنة أجلنا مهرجانين، أجلنا إنتاج للأطفال، أجلنا أشياء، بس في نفس الوقت بدنا نشوف ولكن الاحتياج كمان. ولكن إذا أنا فاهم بشار صح، والسؤال يعني التوجه بعدين لعامر أو رائد، إنه اللي أنا إذا فاهم بشار صح بقول إنه يعني إنه ما كانش في حاجة لردة الفعل السريعة، إنه إحنا كأنه نتراكد عشان كأنه ننقذ الفن من الاندثار، لأنه إحنا كنا لازم نستوعب المرحلة اللي إحنا فيها، نخطط شو بدنا نساوي فيها وكيف نتعامل معها بحكمة أكتر، وأقل من إنه نتسارع على ردة الفعل الأولى والسهلة بالنسبة للمؤسسة. أنا بفكر، أنا بحياتي يمكن بذكرش حاضر مسرحية على فيديو أو تسجيل. في الوقت اللي بداية الأزمة، في الوقت اللي بلشنا بدنا نعرض مسرحيات، ما كانش عندي الوقت ولا القدرة ولا الإمكانية إني أفكر بالمنطق وغير المنطق. ما كانش عندي النفسية شخصيا. أنا عامر كنت في مرحلة من القلق والخوف الحقيقي، اللي بالنسبة إلي كان عرض المسرحية هو تواصل مع الخارج البيت، وتواصل بيني وبين الناس اللي أنا بعرفهم الممثلين خارج هذا الحجر اللي أنا بعرفش شو معناه، عمريش عشته، الحديث اللي عم بنحكي عنه والفيروس اللي عم بنحكي أنا بعرفش إشي عنه، أنا بعرفش إذا أنا ومرتي وولادي رح نطلع من البيت ولا مش رح نطلع، أنا بعرفش ولا إشي. أنا في اللحظة اللي فكرت إنه أعمل أشياء كنت أعملها من منطق ضعف، من منطق حدا عم بيحاول يتواصل مع الناس. برأيي اليوم لما بطلع عليها كانت تجربة بعيدهاش، يعني ما بكررها بشكل دائم. اليوم أنا شخصياً بوضع نفسي كتير أحسن،
بتواصل أكثر مع زملاء الفنانين ومع الناس ومع المجتمع، وخطط كيف أرجع على المسرح وكيف أفتح قاعة تدريبات لمجموعات صغيرة، بفكر كيف أقدر أعمل العرض اللي ممكن يكون حتى في قاعة الحكوات الكبيرة اللي بتعرفوها ب80 شخص. ما بفكر أرجع أبني لعالم الأونلاين، ولا رح أرجع أبني لهذا. جميل جميل. بدي بس إذا كمل عمر. بس بالنسبة اللي بدي أقوله إنه ما بد يعني أنا ما بفكرش إنه هاي المرحلة لازم ينحط عليها حكم أو جادجمنت قاسي بمفهوم إنه صح وخطأ. هي كانت ردود فعل الناس. أنا أنتوا بتعرفوني منيح. أنا بالنسبة إلي كانت زي لحظة اللي عن جد أطلع من البيت أوصل للناس الثانية. هلأ فنيا قيمها أوكي، ممكن تكون فنيا احضر انت يا اسمهان ولا احضر اي مسرحيه من اللي بتعرفوهم على زي ما انا اليوم خالد عليان يعني مش شيء، لكن صارت ردود فعل عند الناس، وهي ردود فعل ما بتقدر تتحكم فيها. ردود فعل صارت انه ما كان عندي المجال افكر منطقيا اذا هذا الاسلوب بعدين قديش بده ياثر. بالعكس على فكره جابت جمهور جديد. انا في جمهور اللي انا بحياتي الميكانيكية اللي بشتغل معهم، شفرية البساط، الدكانجية، صحاب البقالة اللي في الحسبة، كل الناس اللي بتعرفني وشافوا المسرحيات هاي ناس عمرها ما دخلت مسرح، عمرها ما شافت مسرح، كلهم حضروا وكل يوم يقولوا لنا إمتى المسرحية الجاي. طبعا هذا إشي بسيط جدا، بس أقول لك إنه قدر يوصل كمان لناس تانية. أكيد مش أسلوب، ولا مرة الفن الإبداعي رح يكون مش مباشر زي ما قال بشار بعلاقة مباشرة مع. جميل جميل وحلو اللي طرحته، لأنه هي كمان وجهة نظر أنه أنت كشفت المسرح اللي هو عادة يقتصر على ناس على رواده لجمهور اللي هو أوسع اللي ممكن بيحب وممكن بنفس الوقت ما يحب. رائد، حب أسمع رأيك في هذا الموضوع. يعني جزء كبير من اللي نحكى أنا بتفق معه، سواء باتجاه بشار أو باتجاه اللي طرحته مارينا وعامر. خلينا نفكر بإيجابية اللي صار مش بسلبيته. سلبياته يمكن إحنا كفنانين يمكن أكثر ناس نقدر نشوف سلبياته ونعرف الدواخل تبعته. أكيد المسرح بنحسش من خلال الفيديو إلا إذا تصور بطرق مختلفة. لكن خلينا نفكر بإيجابية، قديش هذا جاب جمهور، جاب مستمعين إضافيين، جاب ناس تحب السينما أكثر، تشوف المسرح وتحس إنه قديش فرق بين أنا شفته وكيف هلأ شفته. يمكن يحس إنه متعته لازم يروح يشوف على قاعة العرض يكون موجود فيه. لكن هو يمكن السؤال الأخطر اللي هلأ اللي دائما كلنا عم نفكر فيه، ما تم كيف بده ينعكس على 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 المستقبل. بخاف كتير أنا حاليا إنه الناس صارت تفكر إنه ليش أنا أدفع تذكرة لأحضر عرض ما أنا بشوفه هاي ببلاش، صار يحطوه كل شيء ببلاش بحطوا لي. وهذا هو اللي انتوا كل شغل كل كنتوا مقرعين راسنا فيه، هي بيطلع ببلاش بأي لحظة، وكل الناس بدها بس تعمل لها فولو أو تزيد جمهورها أو شيء. هذا تخوف حاليا. إنه لما بحكي بشار إنه قديش إحنا لو هدينا أو وقفنا، هلا إحنا ما كناش قادرين نوقف، كنا مندفعين وكنا بحاجة إنه نتواصل مع جمهورنا وبحاجة إنه نطلع. بس بكرة الناس كيف حتصير؟ إذا التحدي إنه ما يشوفوا الموضوع بالطريقة إنه كل شيء فري أو كل شيء ببلاش، لا، هذا فن قائم في صناعة في لها تكلفة، أنت عشان تستمتع فيها لازم تدفع حقها وتتواصل وتقرر كمان، لأنك أنت لما أنت بتقرر تروح تحضر عامر حليحل، أنا بدفع تذكرته لأن أنا بحب أحضر عامر حليحل، بحب أشوفه كممثل، بحب أحضر أسمع المغني الفلاني، أنا رايح مختص. أما هلأ كل شيء صارت بعض الناس عم تتعود عليه، وهذا اللي بخاف منه، إنه كله فري، يلا أي شيء فري ما عجبني بخلص. هنا التحدي حاليا كمان عشان تقدر أنت تفرض هذا الشيء، قديش كمان قادر أنت توقف بدون ما تقدم تنازلات. وهذه المشكلة الأكبر اللي أنا بخاف منها، إنه إحنا نضطر نقدم تنازلات كمؤسسات وكفنانين. قديش يمكن دور المؤسسات الكبيرة الداعمة أو الحكومات إنها تخلي الفنان صامد وبيقدر يبدع ويضل حتى الفترة هاي يحضر حاله زي ما أنت طرحت أيام شكسبير، يكتب ويسوي ويحضر، بس بده يكون قادر إنه يعيش. هنا كمان إنه قادر إنه يعيش. الخوف الأخير اللي أنا كتير برعبني حاليا بعد كل هذا الشيء السيطرة على حرية التعبير، لأنه صار كل شيء
عم بتراقب وكل شيء بده ينفتح وكل شيء ممنوع وكل شيء لا وهذا لا وتسكير هذا اللي عم بيصير على العالم قديش هو حيأثر علينا كمؤسسات فنية وفنانين حرية تعبيرنا اللي متنا عشان نوصل إلى إلها. هذا تخوف كمان لأنه يعني كثير عم تسمع عن حالات كثير عم بتصير حاليا في وطننا العربي وحتى في العالم كمان يعني نتيجة هذا الرعب اللي كلنا عايشينه رعب الحياة الرعب الخوف على حياتنا بس في أشياء بتخاف أكثر على حرية تعبيرنا اللي إحنا عم نفقدها كمان هلأ إذا ضلينا ورا شاشات ومسكر علينا وممنوع نحكي وممنوع نتواصل. يعني أنا بفكر أكثر بالجاي أكثر من اللي راح. اللي راح كان ردة فعل حالي غصب عنا فتنا فيها ارتمينا في البركة زي ما حكت مارينا ما كناش مهيئين. اللي عنده إشي طلع اللي ما عنده إشي ما قدر يطلع اللي لقى حل عظيم. بس بكرة سؤال يعني عندنا هذا هو الخوف التخوف أنا بفكر في محله. أنا يعني كمان بدي أعترف أنه أنا كنت من الجزء من المبادرين لأنه نعرض مسرحيات مسرح الميدان المغلق كأنه نوع من أرشيف. وبالبداية كنا حاسين بأنه هذا إنجاز وهذا شيء جميل وهذا وبالفعل كان جميل وكان لحظات وكان ردات فعل ممتازة. ولكن شوي شوي العالم اللي بقلب الشاشة حسسنا أنه الانزلاق لإله جدا جدا سريع وهو يعني منحدر يعني ما منعرف نهايته. وشوي شوي فهمت أنه لا أنا عم بنزلق لخانة ردة الفعل وأنا دوري كفنان أنه ما أكون في خانة ردة الفعل. أنا دوري كفنان أنه أكون مراقب على هذا العالم أطلع عليه من برا وأشوف بعدين شهادتي اتجاهه كيف بدي أقدمها للجمهور. فما بعرف إذا حدا بيحب يزيد على هذا الموضوع. بشار يعني ممتاز أنك حكيت عن ردة الفعل لأنه كانت واحدة من النقط اللي حاب أحكيها. اللي أنا بفكر أنه إحنا مش عم نحكي عن شو عن أنه أهمية الفن بوضع زي طوارئ. أكيد الفن مهم بهيك وضع ولكن إحنا عم نحكي عن المسرح. يعني أنا ما عنديش ولا أي ملاحظة عن فيلم سينمائي مثلاً الحط وهذا فرق كتير كبير. إحنا كصناع مسرح وكمؤسسات مسرح تخلق أعمال مسرحية من واجبنا نفهم نوع الميديوم الأسلوب الإطار اللي عم نشتغل فيه ونفهم شو 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 ممكن يضره. يعني إذا بدي أزيد على اللي يعني على كل فكرة إنه ليش أدفع مصاري اللي حكاها رائد في شغلة أخطر إنه اللي عم بيبقى مع الناس من الوباء اليوم هو فعلاً الخوف من إني هقرب على شخص تاني مترين. ابعد التعليمات تعال نفكر شو ممكن يبقى بالمشاهد اللي كان يحب يروح على المسرح إنه يرجع إسا يفكر يقول شو الله جبرني أرجع أقعد حد حدا يتنفس حد تاني وأنا بحضر مسرحية وأنا بحضر فيلم على نتفليكس هأمن فيش حدا حوالي وهاي كارثة للمسرح احنا مشتغل فيه. صحيح. لا واضح انه انا اعتقد انه كيف شايف انه في يعني احنا بفتره مش هويني لايجاد اعاده ايجاد ادوات الفنون الأدائية والعرض الحي بسبب أنه في هذا الشباك الصغير الشاشة اللي عم تتيح كتير أشياء للناس في بيوتنا. بدي أقول لكم عن محور تاني يعني سؤال برضو عن المستقبل القريب. يعني هل بتفكروا المسارح لازم تنتج عروض عن الكورونا يعني عن الأزمة يعني أنه يعني الجمهور برأيك ورح يكون بحاجة لعروض اللي يفرغ التجربة اللي هو عاشها ويحاول يعني يفهمها ولا لازم المسارح ترجع لعروض متنوعة كل مسرح بحسب خطته يتجاهل الأزمة وبالعكس يرجع الفن لمكانه اللي هو مش ردة فعل يعني احنا مش تلفزيون. انا بفكر انه المسرح يتطرق لكل موضوع الكورونا بفكر يعني أنا شخصياً بحس إنه مش إشي إيجابي للناس إنك تطلع الناس من الأزمة نفسها وتعاود تحطهم في المسرح يتفرجوا عليها حتى لو عملت من الأشياء اللي أوريدي صرنا بنشوفها سكتشات صغيرة على التلفزيون من محطات صغيرة اللي بيعمل لك سكتش عن كمامة واحد اختيار واحد هذه الأشياء الكوميدية ترفيه هذا ترفيه هذا عالم الترفيه اللي هو تمام. لا بس برأيي كل فكرة وتناول الكورونا على بالفن وبالمسرح أنا برأيي مش إشي إيجابي للجمهور. وبفكرش إحنا بسهولة رح نقدر حتى إحنا كفنانين رح بسهولة نقدر نرجع نمسك هذا الموضوع زي ما قال بشار إحنا أصلاً مش فاهمين شو أجا وشو راح يعني هذا الإشي اللي هجم علينا
حاجة ويمكن يروح ما يروحش لسه مش عارفين شو هو. الشغلة الثانية أنا بقول أفكر الناس بحاجة إنك ترجعها على الأشياء اللي هي بتحبها، على الأعمال الفنية اللي أنت عادة بتنتجها. أفكرش بسهولة نقدر نروح للكورونا، بفكرش إنه لازم نروح. أوكي، هل حدا بحب يزيد على هاي النقطة قبل ما ننقل بسرعة؟ أنا برأيي يعني أنا بتفق مع عامر إنه إحنا لازم نطلع من هاي المرحلة وما نحكي فيها، بس كمان هي يمكن اللي هلأ كمان اللي لازم نفكر فيه أكثر، شو العالم الجديد اللي لازم يتناوله الفن. إحنا هلأ الشهرين هدول خلقوا تغييرات كتير في حياة العالم محلياً وعربياً ويمكن دولياً. شو العالم الجديد اللي لازم نفكر فيه وكيف نطوره من خلال الفنون ومن خلال المسرح؟ شو الصراع اللي بدنا نقدمه؟ يعني في أسئلة كتير مفتوحة بعيداً عن موضوع الكورونا هلأ انفتحها. أو مارينا، هي هاي الفرصة إن نطورها كفنانين. مارينا يعني أنا مع عامر ورائد إنه موضوع الكورونا بجوز مش هو الموضوع اللي إحنا ممكن نتناوله. أنا مش شخص بكتب وبعمل مسرح، لكن هذا برجع للفنان زي ما حكيته. الفنان هو بمر بتجارب داخلية هي اللي بتعطيه الوحي شو حابب يعمل وشو مش حابب يعمل، فهي بترجع للفنان. إذا فنان حس داخلياً إنه في إشي صار وتغير في داخله اللي هو حابب يعبر عنه بطريقة ما بغض النظر شو المضمون الداخلي لإله، فهو حر يعبر عنها بالطريقة اللي بحبها. بس مش مع إنه إحنا نرجع تاريخ أزمة الكورونا على خشبة المسرح، بس في النهاية هاي حرية التعبير تبعت الفنان نفسه وشو شعر وكيف شعر، وممكن التغييرات الداخلية اللي صارت له خلال هاي الأزمة. أوكي بشار، بسرعة عن جد هيك بجملتين. بكل تأكيد بفكر لازم نبعد كل البعد عن الموضوع كورونا، بس بتكون مصيبة إذا 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 ما فهمناش شو التغيير اللي صار وشو التأثير اللي صار، تكون مصيبة إذا تجاهلناه. أها. أنا بفكر إنه يعني أنا أنضم لهاي الآراء، وهيك بنوصل للفقرة الأخيرة من برنامج على الزوم، وهو سؤال 60 ثانية. أنا بسأل سؤال واحد للجميع، كل ضيف أو ضيفة لديه 60 ثانية لجواب عليه. طبعا رح أشغل ستوبر. السؤال عادة شخصي أكثر من ما هو في صلب الحلقة. سؤال 60 ثانية لهذه الحلقة هو: أجمل مبنى مسرحي كنت فيه بحياتكم ولماذا؟ عامر خليل، مش تقول لي المسرح الوطني الفلسطيني، هذا غير. كنا في مسرح في الجلوب ثياتر في لندن، كنا في 2012 في مسرحية مهرجان تبع شكسبير، عرضنا مسرحية من مسرحيات شكسبير، وكانت في هذا المسرح الكبير العظيم اللي فعلاً فعلاً له خصوصية رهيبة جداً. عن جد الوقفة عليه فيها رهبة، تقنيات بدائية، تقنيات يعني الأكوستيك، الصوت، الفيو تبع المسرح، إنه كل ممثل يشوف كل الجمهور والجمهور بيشوف كيف مبني تقنياً. مسرح جميل، الجمهور قرب الجمهور من المنصة، تفاعل الجمهور مع المنصة، كان هذه بالنسبة لي كانت أجمل المسارح اللي وقفت عليها ومثلت. جميل جدا، صح، انا بضم واحد من المسارح الجدا جميله، وتنساش انه هو كمان يعني تحت قبة السماء مفتوح ومش قاعة مغلقة. مارينا، اللي رجع لذاكرتي هو مسرح صغير جدا في قرية على حدود سويسرا اسمها بيلينزونا، مسرح نظام الروماني القديم لكن صغير بس جميل جدا. ما بعمرني بحياتي ما بنسى عرضنا اللي كان فيه والجمهور اللي كان فيه، لأنه كتير حميم وكتير قريب، فبالنسبة لي عمري ما بنسى هذا المسرح في بيلينزونا في إيطاليا. جميل جميل. بشار، والله يا عامر لحد إسا بعدني بفكر أحدد مساحة واحدة، استعجل مش عارف. يلا إذا عندك تنتين بنسمح لك، إذا عندك تنتين. عندك طار في كل يعني أنا بعشق مساحات المسرح، بالنسبة لي كلها جميلة، بس بدون شك يعني بدك تسمح لي أقول إنه في محل خاص كتير لخشبي للمسرح، لأنه هو أكتر من بس مؤسستنا، فيه فكرة
في فكره فنيه وسياسيه جديده اللي كانه بالنسبه لي مع انه صغير وبس على بس 60 انسان وفيه كثير صعوبات ولكنه بالنسبه لي أدفى مكان اشتغلت فيه. وأنا بقدر أزيد على هذا وأقول أنه خشبي من المنصات الجدا خاصة للعرض فيها. رائد عصفور، يعني أنت بتحطنا بمحل صعب. أنا بحس المسرح زي العاشق اللي بضله يعشق كل الأماكن. المسرح في كل مكان له حالة. أي قاعة أنا دخلت إلى حالة ما بحب قاعتي، بحب مسرحي أكيد، بس مش معقول شو في سحر في المسارح في كل العالم في أي مكان. يعني أنا بقدرش أقول إنه هذا أحلى، في مسارح كتير حلوة، هذا حلو هذا حلو هذا كان بجنن، بس كله حالات 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 عشق. أنا برأيي كل ما بتقطع قاعة هيك في لها حالة بتعطيك إياها زي حالة العشق. بقدرش أجاوبك أكثر من هيك. أنا بحب قاعتي كتير، بس في كتير حالات صعبة. بالعكس، يعني جوابك جدا جدا جميل. وأنا بتخيل، أنا يعني مرة دخلت كنت ولد صغير بأول العشرينات، دخلت وكان في ممثل من أصول إيرانية فرنسي معانا بالقاعة، وأنا دخلت ماشي بشكل مترهل كول هيك، وإنه يعني مش فارقة معي وبسفر واي، فقال لي لو سمحت تسفرش، هذا المكان مكان مقدس. وأنا من وقتها وما زادش، خلص هذا كان الكلمة الوحيدة اللي حكاها، ومن وقتها قلب لي كل تعاملي مع شو يعني فضاء مسرحي. طيب، يعني للأسف، ولكن أنا سعيد جدا إنه كنا في هاي الجمعة في هاي الحلقة. شكرا لكم جميعا، عامر خليل، مارينا برهم، بشار مرقص، ورائد عصفور. أنا عن جد سررت وسعدت إنه في تواجدكم معي في برنامج على الزوم. ديروا بالكم على صحتكم وصحة أحبابكم. ألف شكر وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وهيك بنوصل لنهاية الحلقة من برنامج على الزوم. بتأمل أعزائي المشاهدين والمشاهدات أنه الحلقة كانت مفيدة لكم مثل ما كانت مفيدة إلي. بكرة رح نلتقي بنفس الموعد على شاشة قناة مساواة مع حلقة جديدة وضيوف جداد. وإلى حينه أنتوا ارجعوا لحياتكم البيتية، انبسطوا تهنوا وكونوا بخير، وأنا رايح أفكر بموضوع لبكرة. تصبحوا على خير.